السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من التلفزيون المصري. السيدة والسادة، نشرة الظهيرة تأتيكم من التلفزيون المصري، وإلى التفاصيل. مرحبا محمد. أهلا محمد. بدأ رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف، ذلك عقب رحلة بالقطار استغرقت 12 ساعة من الحدود البولندية، ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولي وفد مصر نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد لأوكرانيا وروسيا. ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا وممثلا عن جمهورية الكونغو إضافة إلى مصر. ومن المقرر أن يعقد الوفد الإفريقي جلسة مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن أبو خزيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بجريدة روزال يوسف. أستاذ حسن، بعد التحية، يعني كيف ترى زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبرفقته سامح شكري وزير الخارجية هذه الزيارة الحالية لأوكرانيا في ضوء الجهود المبذولة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية؟ اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد وبالساده المشاهدين. احنا عارفين يعني الدوله المصريه من في مقدمه الدول التي تسعى للسلامه، الدوله المصريه طبعا بتسعى للاستقرار والحفاظ على الدوله الوطنيه، ولذلك بتشارك الدوله المصريه او بيشارك رئيس مجلس الوزراء نيابه عن السيد الرئيس في المبادره الافريقيه المشتركه، اللي هي هذه المبادره بتسعى لوجود حل سلمي في بين روسيا واوكرانيا. وبالفعل يعني المباحثات لم تبدا، بعد من المقرر أن تبدأ بعد ظهر اليوم المباحثات، وبدأ هذه المباحثات من المبادرة الأفريقية المشتركة ويشارك طبعا فيها رئيس مجلس الوزراء. هذا الأمر ده مهم جدا، وخاصة أن القارة الأفريقية لديها حسن النية وجود حل سلمي بدلا من الصراعات الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. من المتضرر في هذه الحروب هي الشعوب على مستوى العالم، ودائما الحل السلمي هو الأفضل في مثل هذا الصراع، لأن الحل العسكري دائما الفائز هو يعني الفائز قد يكون خسران، ولكن مثل هذه الحلول أو أمد الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا ليس في مصلحة أحد، ولكن الحمد لله أن وجود مثل هذه المبادرة بتأتي، وخاصة مع وجود أو زيادة الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا. وبالفعل القارة الأفريقية أثبتت حسن النية وجود هذا الوفد، وحالة يعني زي ما حضرتك تفضلت أستاذ محمد، يعني القطار الذي استقله رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية يعني أخذ 12 ساعة، أن هناك يعني معاناة في السفر، ولكن مع وجود هذه المعاناة الدولة المصرية يعني لديها إصرار، لديها وجود إرادة سياسية على أساس يتم يعني الحل السلمي للصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا. وأوكرانيا والهدف هو يعني أن ينعم طبعا ينعم الشعب الأوكراني والروسي بالأمن والاستقرار، وكذلك يعني بقية الشعوب على مستوى العالم. نحن شايفين منذ 18 شهر وهناك حالة من الصراع، وجود طبعا صعوبات في يعني عملية الإمداد، طبعا سلاسل الإمداد اللي هي قد تكون توقفت في بعض الأوقات، وهناك طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية يعني مسيطرة على العالم أجمع، كل دول العالم يعني متضررة من هذا الصراع الدائر. ولكن مع وجود المبادرة الأفريقية المشتركة لابد أن الدول العظمى وبقية الدول أن يعني تبادر ب يعني مبادرات أخرى من أجل وجود حل سلمي، والهدف هو أن الحفاظ على الشعوب. نعم، يعني كل التوفيق للمساعي الإفريقية والإصرار على الحل للصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا. الأستاذ حسن أبو خزيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بجريدة روزال يوسف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية لازالت تتكبد خسائر فادحة على جبهتي دونيسك ودونيسك الجنوبيتين، حيث تركز الهجوم الأوكراني المضاد
في أو حيث تركز الهجوم الأوكراني المضاد. في المقابل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون بأوكرانيا عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء قصف روسي للمنطقة خلال الساعات 24 الماضية. هذا قد أشارت إلى أن روسيا قصفت خيرسون ب223 قذيفة، كما استخدمت المدفعية وطائرات مسيرة ومقاتلة وقذائف حاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق. من جانبها أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الجوية شنت 13 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية خلال الساعات 24 الماضية، كما تمكنت من تدمير 20 مسيرة روسية. هذا وقد قام وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي بزيارة محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا. وأكد جروسي ضرورة أن تبقى المياه على نفس المستوى من أجل سلامة المحطة النووية. جاءت زيارة جروسي للمحطة عقب تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبر والفيضانات الكارثية التي نجمت عنه والمخاوف بشأن سلامة محطة زابوريجيا التي تبعد 150 كيلومتر عنه، بينما تعتمد في تبريد مفاعلاتها الستة على مياه النهر. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه تمكن من العثور على جزء كبير من صاروخ كوري شمالي تحطم في البحر بعد 15 يوما من البحث. وكانت كوريا الشمالية قد حاولت في 31 من مايو الماضي وضع أول أقمارها الاصطناعية للمراقبة العسكرية في المدار، إلى أن الصاروخ سقط في البحر وغرق مع حمولته بعد إطلاقه بسبب فقدان جزء من قوة الدفع حسب ما أعلنت بيونغ يانغ. على صعيد آخر، أعلن الجيش الكوري الجنوبي وصول الغواصة USS ميتشيغان الأمريكية العاملة بالطاقة النووية إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، فيما وصف بأنه يعد تأكيدا على التزام واشنطن بالرد على تهديدات لبيونغ يانغ المتزايدة. وقد ذكر بيان صادر عن هيئة الأركان المشتركة في سيول أن وجود الغواصة في بوسان يهدف لتعزيز قدرات واشنطن وسيول القتالية والعمل المشترك للرد على ما وصف بتهديدات كوريا الشمالية المتزايدة عبر مناورات مشتركة. غادر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مستشفى جيميلي في روما صباح اليوم عقب خضوعه لتدخل جراحي في البطن الأسبوع الماضي، حيث كان بانتظاره حشد كبير. كان البابا فرانسيس البالغ من العمر 86 عاما قد دخل المستشفى في 7 يونيو الجاري للخضوع لإجراء جراحة، وهي ثاني عملية كبرى يخضع لها البابا خلال عامين. سجلت عدة مدن شمال الصين ارتفاعات قياسية في درجة الحرارة هذا الأسبوع، وقد أصدرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية عددا كبيرا من التحذيرات من ارتفاع بدرجات الحرارة. ومن المتوقع أن تسجل العاصمة بكين غدا درجة حرارة تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية، كما رفعت الأرصاد الجوية مستوى التحذير إلى اللون الأحمر. يشار إلى أن الصين تشهد منذ شهر مارس الماضي درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، وسط توقعات خبراء الأرصاد بأن تشهد جميع أنحاء البلاد طقسا يمكن أن يفوق الموجة الشديدة الحرارة التي تعرضت لها الصين العام الماضي واستمرت لأكثر من شهرين. عقدت ثالثة جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني للأسبوع الثالث، حيث أكد المشاركون بلجنة الشباب أن قانون الشباب يجب أن يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة، مع أهمية إنشاء خريطة استثمارية لتوعية رواد الأعمال باحتياجات السوق. وخلال مناقشة لجنة الصحة، أكد المشاركون أهمية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال السنوات الماضية،
مع أهمية التوسع في تطبيق هذه المنظومة في المحافظات المختلفة. مع نهاية الأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، يباشر المحور المجتمعي جلساته من خلال لجنتي الصحة والشباب بمناقشة الموضوعات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك دعم وتمكين الشباب في مجالات ريادة الأعمال. النهاردة أحد المحاور الثلاثة وهو المحور المجتمعي زي ما حضرتك أشرت، وإحنا مشاركين كحزب التحرير المصري في لجنة تمكين الشباب. لجنة تمكين الشباب دي بتعتبر هي أهم لجنة ينظرها الحوار الوطني، فإحنا محتاجين تأهيل كويس جدا، دي أول حاجة. تاني حاجة برضو إن إحنا نستفيد برضو نتعلم في حاجات ريادة الأعمال نفسها، يعني تأهيل علمي وتأهيل عملي. أكتر حاجة كانت تحدي بالنسبة لنا هو تشابك القوانين، ان القوانين مش مفهومة بشكل كبير لغير المتخصصين اللي هم زينا، احنا فاهمين في القطاع التكنولوجي بس مش فاهمين في القطاع القانوني وتأسيس الشركات. فطبعا تعرضنا لكتير قوي من المعلومات المغلوطة، ومشينا في مسارات كتير لحد ما لقينا المسار الصح اللي نقدر نعمل بيه حاجة زي كده، وده طبعا اخرنا كتير جدا. ضرورة الدمج بين النظم الصحية سواء كانت حكومية او اهلية او خاصة، والعمل على رقمنة المنظومة الصحية وميكانتها اهم التوصيات للخروج بمنظومة صحية متكاملة تقدم رعاية صحية مناسبة لكافة المنتفعين. احد القرارات الجريئة والقوية من القيادة السياسية اللي ينبغي ان احنا نثمنها على مدار تاريخ الرعاية الصحية في مصر. ولكن طبعا ما فيش شك ان ما فيش حاجة بتتم من غير المشاكل بتاعتها، واحنا في حوار وطني ومحتاجين ان احنا نتكلم بصراحة عن المشاكل عشان نقدر نحلها. ابرز التحديات الموجودة حاليا هي فكرة نقص الكوادر الطبية وهجرة الاطباء، دي على رأس الاولويات اللي بنناقشها. يعني كمان توفير المستلزمات الطبية في المستشفيات، خطة التأمين الصحي الشامل وكيفية دخولها للمحافظات وازاي هتدخل في المحافظات الكبيرة زي القاهرة مثلا. هذا واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالاسكندرية على انه سوف يتبنى تنفيذ كافة التوصيات التي يقدمها الحوار الوطني طالما سوف تخدم الوطن وتكون في الصالح العام. الحوار كحالة احنا محتاجين انها تستمر، دي نقطة. النقطة التانية المخرجات اللي انتوا هتوصلوا لها سواء كان في المحور السياسي او الاقتصادي او المجتمعي اللي داخل صلاحياتي طبقا للدستور والقانون انا هصدق عليه. طب اللي مش داخل صلاحياتي على البرلمان، على ايه تروح للبرلمان هو يعني يتحرك فيها. لكن كل ما يدخل في صلاحيات الرئيس والدولة كحكومة ان احنا نتحرك فيها نطلع فيها قرارات، انا بقول لك قدام الناس كلها انا حمضي عليها دون قيد او شرط. استكمالا لمسار الحوار الوطني الذي يقوم دعائم الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، يباشر المحور المجتمعي جلساته بمناقشة القضايا المتعلقة بدعم وتمكين الشباب في مجال ريادة الأعمال وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة لبناء جمهورية جديدة تحقق ما تصبو إليه آمال وطموحات الشعب المصري. من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني، أحمد سعد الدين، النيل. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وثورة 30 من يونيو، قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين، إلى جانب استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير منتجاتها وطرح أبوات تضم مواد غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50%. سيدات والسادة، في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. نعم، كما يمكنكم متابعة بث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد عبر masbiro.eg. السيدات والسادة، نشرة الظهيرة عرضنا لها من التلفزيون المصري. إلى اللقاء في أمان الله.